ساعدني افضل مركز. اوه يا خبر، ده طريق كويس للخروج، كان لازم يحصل ده.
Yeah!
رب و... وبستحمل. سارة. أيوة أنا. ثانية، أنا جاية حالا. تمام. أنا أسفة، الموضوع أوقات بيبقى محبط فعلا بالنسبة لي. لا ما كنتش أعرف. محتاج نموذج طلب تاني. أقول لك حاجة، أنا مش هدي لك نموذج طلب. إيه؟ ليه لأ؟ علشان المرة دي هاجي معاك. يلا بينا. يلا يا مجند، لما نشوف هتقدر تجاريني؟ أيوة صح، في المرة الأولى اللي خرجتي فيها تدوري على المؤن. أنت عارفة قصدي في الأنقاض. أنا خرجت في جولات البحث عن التموين زي الكل، بس لازم أعترف إن ده كان من فترة. أنت أصلاً عندك موتوسيكل؟ أيوة، لكن أفتكر إني هركب معاك الجولة دي. بالطريقة دي مش هيبقى فيه فرصة نفترق. تمام يا فندم. بطل بقى. لحظة، أنت دخلت الملاذ؟ الكهف ده. أيوة، خدت جولة كبيرة لما وصلت مع العقيد نفسه. برضو لازم تعترف بكفاءة الراجل ده لنظرته، أقصد تجميع التموين والاستعداد إنقاذ اللي نقدر عليه. أيوة تمام، هديله ده. الجزيرة دي شبه الحصن، مفيش حد بيوصل هنا من غير معركة. بالظبط كده، هنا دي خيمتي. واو، مكان لطيف، في كده لمسة أنثوية. مظبوط، أنا بالعافية باجي هنا، بقضي معظم الأيام على سرير صغير في المعمل. بص كده، ده هيخلي المهمة تنتهي. مات اداهولي هدية أول ما انضميت ليه. مات؟ العقيد. في إيه يا ديكن، ده مجرد مسدس. يلا تعال من هنا، عاوز أوري لك حاجة. جاي وراكي. لما وصلت هنا المسلحين كانوا قطعوا كل الشجر في الجزيرة. طلبت من مات العقيد إنه يحافظ على آخر شجرة. إيه ده بجد؟ ليه عملت كده؟ أنت فاكر الأجازة اللي جينا فيها هنا لبحيرة كريتر بعد جوازنا؟ أيوة. أنا فاكر. الفكرة جات لي لما بركان مازما انفجر. يعني الموضوع خد وقت قد إيه عشان الحمام تبرد والتربة تتكون وكل الشجر ده يكبر. لما كل ده يخلص ونمشي من الجزيرة الملعونة دي، كنت عاوزة على الأقل شجرة واحدة تكون موجودة. اسمعيني، الناس دول ما بيهتموش لأي حاجة من دي. أنا شفت اللي بيسموها البقعة المميتة. العقيد مركز قوي عشان يفوز بالحرب. أول ما أعمل اللي عليا بسرعة هيبطل يتسبب في كل الدمار ده. المشكلة؟ لا مفيش حاجة، بس مش مهم. إثباتي. امسكي كويس، لسه فاكرة. في جامعة محلية في الشرق هنا جنب الطريق السريع، انت عارفها؟ ايوة. هناخد طريق الجسر الجنوبي، هيكون أسرع. أنا معاك. طيب أنا لازم أسأل، كل الحاجات دي، الخميرة، السيليكون، أحتاجها ليه؟ أقولك، السلاح اللي بطوره بيقتل الفيروسات، لو قدرت أعزل الفيروس اللي بيعمل تحور للخلايا هقدر أقتله. تمام.
سوا، خليكم سوا. يلا يلا يلا. ممكن أسألك على حاجة؟ بعد الليلة دي فارويل إيه اللي حصل؟ أقصد إزاي قدرت تهرب؟ ما عملناش كده. بعد ما انسحب المسؤولين اللي فضل عايش منهم بدأ في صناعة حواجز وبدأ يضرب نار على أي حد بيشوفه. قدرنا بشكل ما نهرب ورحنا المعسكر اللاجئين عشان افتكرنا إنك هتكوني في انتظارنا، لكن زي ما قلت كان الوقت عدى وحاولنا في أماكن تانية وهكذا، مفيش ناجين وكل حاجة كانت انتهت. في خلال أسبوع الوادي كله بقى حرب، كانت الناس بتقتل بعض علشان بواقي الأكل، وأوقات كانوا بيقتلوا بعض من غير أي سبب. لو ما كنتش أنا وبوزر مع بعض ما كناش هنبقى عايشين. لحظة، بوزر هو عايش؟ فين؟ وإيه اللي حصل له؟ أيوة هو لسه عايش، بس هو قاعد في معسكر في الشمال، مبقاش قادر يركب موتوسيكلات بعد كده لأن دراعه اتقطع، بس هو لسه عايش. أنا فرحانة أنه عايش. أنا حقيقي أسف، كان لازم أسأل عنه قبل كده. بلاش قلق. ماشي. دوري. اسمعي، هو موضوع سخيف، بس الليلة إياها لما كنا في فيرويل خاتم المونجرل بتاعي هو لسه معاكي؟ ديكن أنا أسفة، دي أوامر العقيد، مجرد ما نوصل المعسكر كل المجوهرات بتتصادر مننا. بيسيحوا الذهب والفضة علشان يستخدموها في مشروع ويفر أو حاجة كده، أنا نسيته بصراحة، أنا أسفة جدا. لا ما تلاقيش، هو مش موضوع مهم، خطر في بالي بس أسأل. أيوة أظن هو ده. تجيتي هنا قبل كده؟ مرة قبل، أنت عارف اليوم الوظيفي طلبوا مني أني أقدم عرض عن المسارات المهنية في الكيمياء الحيوية. غريبة. إيه؟ مفيش، أنا بس ساعتها كان في مناقشة عن كيفية التعايش مع نهاية العالم. يلا. احنا هنعدي دي ازاي؟ هنشوف طريق تاني؟ لا اصبري، انا ممكن ارفعك لهناك. جاهزة؟ ايوة. فهمتي؟ تمام. خد، حاسب راسك. تمام. يلا وراي. جاي. ايه ده؟ في ايه اللي حصل هنا؟ ده اول معسكرات الناجين، عملوه قبل ما يعرفوا ان الحشود اتعودت تتحرك على الطرق السريعه. المكان كان متدمر قبل ما اوصل. كل المكان ده هيبقى مليان. ايوه. تعرفي رايحين فين؟ زي ما قلت لك ما جيتش غير مره، بس افتكر ان مبنى العلوم كان في المنطقه دي. لا مش ممكن، مروغين. تمام. لا استنى. المشكلة أنا بس خايفة يهاجمونا كلهم، إحنا حتى ما نعرفش إيه اللي جوه. أنت
تمام، احنا عارفين اللي جوه مجموعة مراوغين قذرة. تعالوا نلف حوالين المبنى. مش هنعدي؟ لا، هيا نكمين هنا تشويشي مكان كويس. ايه رأيك نعدي من هنا؟ الباب مقفول لكن مش محصن، ينفع تفتحه؟ يلا خليني احاول. متهيألي اقدر الاقي ده هناك. كانش صعب. من هنا شكله امان. جايه. يلا ساعديني احرك ده. استنى. تمام. يلا جاهزه زقي. ايوه يلا. مستحيل. ارجعي. في زين؟ لا. تمام. طيب يلا نشوف طريق تاني. لا استني ثانية. ممكن نقدر. ايه؟ ممكن نقدر. لو احنا الاتنين روحنا هناك سوا هنجذبهم كلهم مع بعضهم و استني ثانية. ايه رأيك لو طلعت السطح وتغطيني بضرب النار؟ هتضربي الجايين ورا ولا هيعدي منهم بتاعي؟ انت متأكد من اللي بتقوله؟ ايوه انا بعمل ده دايما. خليكي بس مستعدة هتضربي نار على طول. دي كان اول ما عدي. بس اقفلي الباب كويس. تمام. ما تعملش كده. ايوه انزلي المكان فاضي. لا كان معانا طول الطريق. ضرب النار هيشد انتباههم. ايوه هنكون مشينا بعد كده. فين دلوقتي؟ انا مش عارف. هم عرفوا يحصنوا المكان كويس قوي. اشوف اي فتحه تكون هنا ممكن ننط منها. ماشي انا هدور هنا. في حاجه؟ لحظه تعال هنا، في شباك مفتوح. انا جاي. مسكتيها؟ ايوه وصلت. استنى شويه خليني الاقي حاجه. سارة استنى، لازم الاقي حاجة اقدر انزلها. زفت. لا فيكن. زفت. فيك كده. بس دوري على حاجة اطلع بيها. هتصرف. احنا ليه بنضحك؟ انا مش عارف. عارفة؟ فاكر انك كنت بتحاولي دايما معايا ارجع للدراسة. ايوه تمام. وفي الاخر حصل اللي عايزاه. المهم انك توصل. تمام شكرا. جاهز؟ يلا بينا. ماشي
خليني اطلع الاول من المره دي. ماشي، اللي انت عايزاه. زي ما تكون قنبله وانفجرت هنا. ايوه جايز، ده حصل. يلا نقدر نعدي من هنا. الباب معلق. طيب خليني. لا انا هتصرف هتصرف. شفت؟ قلت لك. شفت؟ زي ما قلت لك انا هتصرف. تمام تمام، هايل. شكرا.